واسمعوا ما قاله الله جل وعلا في سورة القيامة، اسمعوا ذلك بقلوبكم. قال الله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة أي من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة أي ترى ربها عيانا. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال تعالى: ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة أو عابسة، تظن أن يفعل بها فاقرة أي تستيقن أن يفعل بها داهية. كلا إذا بلغت التراقي، وهي جمع ترقوة، وهذا وصف حالة الاحتضار. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت آنذاك. وقيل: من راق وظن أنه الفراق، أي تيقن المحتضر الذي بلغت روحه هذا المبلغ أنه الفراق من الدنيا، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآب. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ما معنى يتمطى؟ أي يختال ويتبختر. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وهذا وعيد من الله جل جلاله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى، بل هو مأمور منهي في الدنيا. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. عبد الله، مهما تكبرت وتجبرت، ومهما بلغت من المناصب، ومهما بلغت من المادة والأموال، فإن الحقيقة أن أصلك من نطفة ثم علقة فخلق فسوى، أي خلقا سويا سليم الأعضاء، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ عباد الله، لا تغفلوا عن الآخرة، وتذكروا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتذكروا القبر، فإنه أول منازل الآخرة. مهما كثرت وسائل الغفلة وبرامج اللهو، تذكر أن وراءك قبرا ستسأل فيه. ثبتنا الله جل وعلا بالقول الحق، والله وحده المستعان.